لا تزال عملية التعقيم بولاية الجزائر متواصلة، وهذه المرة بالمقاطعة الإدارية لبلدية سيدي محمد، أين سخر لها 340 عامل و76 شاحنة بمختلف الأنواع. العملية شملت جميع أو تشمل في هذه الأثناء جميع الأحياء والشوارع وحتى العمارات. ميكروفون الزميلة هاجر بول. عملية كبرى على مستوى المقاطعة، عدد العمال المسخرين 340 عامل، عدد العتاد المسخر 76 شاحنة بمختلف الأنواع. تشمل هذه العملية جميع الأحياء والشوارع وحتى العمارات.